ليه؟ نعم مطالب حضرتك والله مطلبها الاساس الان ايوه اسقاط حكم العسكري اسقاط حكم العسكري نعم. ايه تاني الشرطه اللي يعني الشرطه المدنيه نعم الشرطه المدنيه يتم الاتفاق عليها بين كل القوى السياسيه حتى لا يتفرد بها فصيل دون اخر وان يجتمع الناس جميعا على مطلب واحد نرفض التفرق هذا الشعب الكريم كله ينبغي ان يجتمع كله على مطلب واحد يرغب مصالح البلاد ان ترجع السلطه لابناء البلد مثل العسكر يتركوا العسكر يسلمونها طبعا يحيى عبد المعين ونيمي امام وخطيب وزاره الاوقاف اداره مدينه نصر يحيى انت متواجد النهارده بجمعه الغضب الثالثه يعني ك بصفه رسميه يعني ولا انتم مشتركين بصفه شخصيه؟ لا انا جاي بصفه شخصيه كامام وخطيب وداعيه مهتم بامور بلدي وجاي مع اخواني الائمه نمثل نقابه الدعاه المهنيه عشان يعني نتواجد في الميدان ونبين للناس ان نقابه الدعاه بتدعو الناس ان هو الايام الشامل وتدعو الناس ان هي تواجه الفلول وتواجه كل اللي بيدعو لتقسيم المصر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر فليرتفع شأن الأزهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فليرتفع شأن الأزهر أيها المسلمون إننا جئنا كدعاة من الأزهر الشريف لنعلن الراية على الأمة رأسها ونقول للجميع لا لحكم العسكر ونقول للجميع اتحدوا على أرض مصر على القوى الإسلامية والربانية وغيرهما أن يتحدوا كما اتحدوا في بداية الثورة وأن يعلنوا الراية من جديد وأن يقولوا لا ثم لا ثم لا لحكم العسكر. أيها المسلمون إننا جئنا اليوم لنعلن عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن ما زال نظام الفلول يحكم أرض مصر. الحقيقة الثانية أن ما زال المجلس العسكري يريد البقاء بالسلطة. والحقيقة الثالثة أن الشعب أو مجلس الشعب ما زال يستطيع أن يمارس دوره التشريعي بتطبيق قانون العزل السياسي وإنما أحاله المشير إلى المحكمة الدستورية العليا